السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صبحكم الله صباح الخير والنور والسرور. ما شو وليش جايني؟ نحن بس تدلين الطرف هذاك، ليش نسوي لك الحين؟ حشرات الآدمي العوي عوي، الحين نحن بها تصير منك تدلى من فوق لين تحت، وهي لا مغايضة لا ترك تبى ترجع الطرف الثاني. زي سيري منك، حشرات حلم العرب عوي عوي، ما لو بترزه ويا الجنة طاح ويا اللي يريد. حد من العرب هالنمونه ما يندرابي. قلت لكم صباح الخير وسلام عليكم ولا قلت ولا ما قلت؟ المراد سلام عليكم، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ صباحكم خير ونور وسرور، صباحكم ليتات واعلام ونشور، صباحكم صباح المعاريس، صباح الورد، صباح النرجس، صباح الياسمين، صباح كل شيء زين. اليوم هو صباحكم، افراح وكل خير. يقول افراح وتراح، شو التراح عاد؟ ما اعرف هنا الافراح، حتى لو اعرفه ما بقول، ما داني اقول هيك افراح واتراح، لو حتى معناها زين ما بقول، ما داني هالكلمه ما بحلو يعني. اتراح يعني شرات المعاير، ام ابو الاتراح، ظل عنك يا ابو الاتراح، نفس الشيء يعني شرات ابو القراح. المراد اليوم يا الله يحفظكم، يوم حافل ركضه سير ويي، ما عندي اول بادي سير المحكمه في شغل خير ان شاء الله. ترى المحكمه ما كل حد يصير عسب شر، 99% من سيارات المحكمه خير، عقد القران والعيال والملكه كله في المحكمه، هذا ما بخير. انزين هذه وحده من المحكمه، عقب اسير الجوازات، بس الجوازات الجوازات العود اللي داخل بوظبي لها اسم، انا غلط بين المحليه والتجاريه، هاي تسمى التجاريه المحليه والاتحاديه، انا اللي بسير ما بلفهم شعب مصفح لداخل ابو ظبي، عندي شغل. انزين من سنين بعد ما صرت الجوازات. انزين وخلاف وين بعد؟ والله عده اماكن شيء و ما ادري عاد. الحين نزلت تحت يتريا محسن ميلس، بترتر وياه اليوم كم مكان وركضه معاريس وعلم وخبر وساير وياي يعني. يلا بنلبس خلاف ان شاء الله. Good morning girls. How are you ام الحنايا؟ Fine thank you. Everybody said we are not talking ام الحنايا long time. She's not talking. The one she was talking only she is talking only دواركا. Yes because he's the kasuk in the house. ها؟ Parrot in the house. شو؟ شو؟ Parrot. What is carrot? Parrot. Carrot. Parrot. What does mean parrot? This is Asimolada. Parrot. Ah, bird. بغبغاء. That one is in English is parrot. In Arabic, matto. Matto. She's matto, يعني. Parrot is the one talking. أيوة. No, she is good talking. يلا. دواركا. محسن breakfast or not? Already breakfast. I'm breakfast class. Okay. Thank you. سيارة نظيفة، سيارة نظيفة. ما يدق قصير؟ شويون مثثة. يا ويرك يا الرحة. ها. يلا go I'm coming I'm coming. يا سلام يا سلام يا سلام يا ركن الله. هذا أبوي كلين حط في صحن واحد. One person have to carry it. No need for the three. نبركن الله. Good morning. إيه تهني؟ إن شاء الله ما ظهرتي في الصورة. هذا شو؟ عليكم السلام. شو اسمها هي؟ هدى. هذا شو حينا؟ حرشة. شو؟ حرشة. حرشة؟ عبارة عن شو الحرشة؟ سميد. زين. طحين وعسل بس. سميد وطحين وعسل، شو جلبيها شو؟ ايش قال شكلها؟ وحليب. ها؟ وحليب. سميد وطحين وعسل وحليب. يا ربي خلص عاد الفيديو. هذا شو؟ فكرة البيض والطماط اللي نحن نسوي مع حفل الدنيا العود يسوي، ها؟ وهذا نحن ينضرب به الوصول، هذا ضروري ارويكم، هذا مش اي بيض وطماط عادي، يوم بتشوفون بتعرفون خلاص. لازم اي يوم برويكم طريقته. كذا بتحرقين امرك؟ ايوه. هاي شو يعني الحين تنكلكه خبزه ولا بسكوت ولا شو؟ حق ريوق يعني، عبارة عن خبزة يعني. يعني خبز مع
الجبن داخله كل معيون وياه. لا تحط عليه اذا تبي تحط. ايوه لكن شو معيون فيه؟ حليب خميرة. زين ثانك يو. هذا اهم شيء الحين محمد علي بني يوم من الايام الله بنسوي حق الجماعه هذا بيض الطماط مالنا نحن. شيء لا صار ولا استوى. يلا ايه جماعه يتريون في الخيمه. وي هني بعد يسمونه نسيت اسمه سمن. هام سمن وهذا الخبز هذا خيبه. هل تعرف افتحي هاي وحده شو اسمك؟ افتحي وحده من هالكون. ايوه لا في عيل لا شياته لا فلفوصه لا همك الله لا هم يحزن. ايوه يلا ثانك يو. سير سله اي بس وات دو يو دان توداي بريكفاست ناثينج بس سلاري امتي. يلا هريس هاوز يور فاميلي جود سي هالو فور ذم ثانك يو. جود مورنينج مستر محسن. هاو ار يو؟ يا مر يا سلام يا سلام على اللون اليوم هذا شو هذا الحين اقول لك شو هاللون؟ نيلي. هذا ابوي اللون النيلي. ها اسمعوا بالاول نيلي ونيلي هذا ابوي اللون النيلي ليلي. والله لفنا اول مره تحطونها صح؟ اول مره ترى تنحط هاي الدله. وهناك ايات اغراض واشياء بنسير نصور لكم اياهن نرويكم اياهن ان شاء الله. الحريشه ويا ابوها الخبز اللي يقولون عنها اللي هي مخدومه من شو اسمه؟ من سمين. قالت انك ما تطلع مثل كان اليوم عن خاطري لو طعم لو طول الرايبه. قصون هالحريشه هالنمونه. بعد شو هي الحريشه الله اعلم. مغاربه ما شاء الله يعرفون. ما يغلبهم شيء. هاي الحقيقه عباره عن اظني روتيه ولا خبزه. كان كله مسميد. عليكم السلام. تعال راشد صباح الخير ابوي. راح تجدر هذا الرطب كله داخل صحن 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 متروس كله شو خله والحين بخبر شو بسوي به. كل شيء روحه. يلا هذا عندك سفري ولكن ما يريد غطاء بدون غطاء. تو متروس كامل. واحد 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 ما بيدك لا بيستوي خربان شوي شوي بشله عشان ما يتفقص. بنرويكم هذا اللي حفظكم اللي جايينه. جايينه هذا الشيء الحين لازم عاد ناخذه. ابوي تعال فتحي هذا دوج هذا يبغى تبطيه هذا مسكر فتحي اشتغل. ايوه الحين رقم واحد. يلا بارك الله فيك يا محسن. يلا يلا ولا شو اسمك؟ يلا عاد سوي شيء. ماشي فين طيب؟ اللي فين ماشي ماشي هي من هذا. شكرا جزيلا للي طرش هالشيء اللي قال لا تطرون سميد الكوفه. حاضري 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 شكرا جزيلا. وبعد شكرا جزيلا للي طرش هالشيء لولايتي عادها اللي هالالوان هاي يلا اعشقها اعشقها هالالوان احبها من سنين. حد ما يحب السمونه؟ وشكرا جزيلا لايراننا بعد اللي مناك ابوي حطوا طاعت كروت كان قالوا ابوي الكروت سريه ما تظهر لسامي. وها بعد ايراننا بارك الله فيهم ابراهيم بن راشد القبيسي. وهذا الشيء بعد من عندهم عند ابراهيم بن راشد القبيسي. مشكورين ما قصرتوا يا ايران المسره ومشكورين انتم اللي جاي هالشيء من هالمكان البعيد وانتم كذا الامثال بارك الله فيكم. مشكورين على هالهدايا الفنان ومشكورين وما قصرتوا. جعل الله يحفظكم ويطول بعماركم ويجزاكم الله كل خير. وان شاء الله ان نحضر افراح عيالكم وذريتكم واحفادكم وكل حد. زين ندوك شوف عبد القادر شو اسمك انت؟ رشيد. هذا في مشروع احنا مال مستشفى بارجيل ها كبير. حمله هذا وصير وده للعمال. كل وين اربع خمسه نفر واسين عطهم واحد. كلش فارس الواحد. اي وكل دخل داخل مشروع. أيوة. مليون نفر داخل. عطهم هذا جسم زين؟ اوكي. يلا بارك الله فيك. لا 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 تسكر ولا ما تقدر تسكره. انسكرت بيخترب. انسكره؟
سكره 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 لكن لا يتفقص عادي بالحين حط شوي شوي زين بارك الله فيك. الحركة اللي سويتها مع جسي مرتب هاي حركة وايد زينة، أنا أسويها لجل أني أروي العرب أن العمال واللي في الشركات يوم بتيكم صياني رطب بدل ما يتم ويخترب تعقون الهوش وايد ضروري تنوبه أصدقه عن روح الأموات وروح حياة زايد وحكامنا وشعبنا وشهدائنا وتجسمون مش غلط. ها ترى أوادم يفرحون يوم بيهم الشيء يفرحون، لكن ما بالشيء اللي ما يتشاهد، الشيء الزين الشيء اللي يفرح ترى يفرح مثل ما أنت تفرح بالشيء العدل الناس بعد تفرح بالشيء العدل. لا تقول هاي أي مغتربين ما عرف، لا والله يعرفون ويعرفون، ما تودون مفقص لين مرة كذاوي مرة ما يتشاهد. شو هالحبة حب حد يحب حد على الباه صلاح سلم عليك زين ولا لا يسدك هالسلام بتبى سلام ثاني بس متى لا حبي راسك مزلوق ما ترمس صالون لا خلي الاسبوع الجاي شايف بغدي راسك بخير بتصير تبى الحين رطبه لرطبتين تبى هذي ولا خنيزي صلاح ترى خنيزي رقم واحد وين ها يكون عند الصياني بدل ما يخترب ويدور عليه يوم ويومين العقب ويلدبش يزرع حموبة الوادم الناس تفرح والله الناس تفرح يفرحون العرب باللي ييهم لما يعني بتخطب على عمال بتخطب على ناس تحتايل تستعمل وتاكل وايد كم لك انت ينبسطون تبك هوا انا بجيبك صبع تريا شوية القوم تروغك توك ياي خليها تليجي شوية السح في ثم شو تقرأ أنت شو تقرأ صبر شو ضبعه تحتاسب كبرك شو الاسم ما سألت شيء زين شو الاسم عادة ما أعرف شو علي صار تقرأ أنت حين ما عندي ما كلام Thank you. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا تعال هذا سكري زين هذا سكري ليش حاطنا وياه هذا نفسه لا براي ما بوايد هذا شو هي وهذا خلاص شكرا جزيلا Thank you مهر مهر شرب ماي يوم تشتغل ها ضروري تشرب ماي يسمونه حريشه او حرشه عباره عن روتي يابس نحط بويه عليه جام ولا عسل ولا شياته يدنك شيء شارات عباره شارات البسكوت لكن ما بالبسكوت اليابس ربع لين هذا هو زين يعني مره ما شارات لا عادي منوري حق محسن تحفه الحريشه ايه ليش احس انك تكذب؟ لا ليه يا انا تعرف انا بس لا مكرم صباحكم صباح الزقرته صباح الورد صباح الياسمين صباح ابو ظبي الفنان الجميل اللي ماشي ما طاح حتى يجلب صباح ابو ظبي والله ما طاح يجلب حق ودي تدوم كيف؟ ها شو؟ لا مرهيب لا انا لازم ادق الكاميرا ولين تجلب شو؟ ترى مشبع على شيء شاب عليه ترى ضاري على هذاك الاولي الحمد لله الحين كل يوم تتغير الامور تتطور الدنيا وكل يوم من تطور الى تطور اللهم لك الحمد. اقولكم انا من كم من يوم نزل الله يحفظكم يوم اسير وين يجسمون المواد التموينيه المدعومه اللي من الحكومه من بلديه ابو ظبي نزلت الموضوع الخبر
الخبر هذا جديد من زمان، كل حد عنده ورقة هذا ما صرف المواد الغذائية. فش اللي استوى؟ نزلت الخبر انه يعني اللي ما عنده يصير ياخذ، او انه يحق له، او انه تذكير، وللي ما يعرف يعرف، مش غلط يعني. انا كان قصدي انه هب قصد يعني كان تركيز يعني انه في وايدين انا متأكد انه حد يعرف وحد ما يعرف، حد عنده دراية وحد ما عنده دراية. شو ان يعني اذا تبى المواد التموينية بس انا روحي مثلا والله ما كنت ادري انك اذا تبى المواد التموينية في سوبر ماركتات وايدات، في الجمعية التعاونية تقدر تصرف المواد المدعومة من حكومة ابوظبي، تقدر تصرفها من السوبر ماركت، ما بلازم تصير انت في الوقت الدوام الرسمي، تقدر حتى ساعة واحدة من الليل. فنزلت الخبر هذا. انتوا لو تفتحون الانستغرام تدخلون الحين بحط الرقم الانستغرام انا، تشوفوا التعليق، ناس متفيجه والله. انت الحين شوفت اللي وادم فيه، شو الجديد اللي جبته، شو الشيء اللي الناس ما تعرفه انت خبرتهم به، هالخبر الناس كلها تعرف، انت شو الجديد يعني؟ يعني ثلاثه اربعه تكلموا بالكلام القاصر. اوه يتم الله وكيلكم، طيور الطيور بلي من أجيب، يتم مخاوين شمة، يتم مخاوين شمة وبنات الحلال قصبوهم قصاب. يوم عند حد من التعليقات، نحن روحنا وايدين والله من حاليتنا ما يدري، ودروا وساروا وصرفوا لهم بطاقيدات، شو المشكلة يعني؟ ليش الكلمة القاصرة؟ ليش الآدمي يوم يبي يسوي خير يلقى شر؟ هاي أبوي يسمونهم ميون، هاي أبوي الهروم اللي دايسة اللي دايرة روسة، هذا الهرم اللي داير راسه تلقى طبيعي عاري إنسان، الهرم اللي داير راسه يغدي شرات الكلب، ينبح صبح ومساء على الهست وقل الهست، على شيء وما شيء، عنده سالفة أو ما عنده سالفة، تلقطة ييلس وينابح صبح ومساء، يحافظ حافظ على هالبارك. يا سلام، يوم أقولكم شوفوا شوف الباركن، تكينا من مدة العشر ربيات حق هل بالباركن. يلا انزل انت، انزل شل الأوراق هاي، سر هناك وين السيارة؟ فين باركن؟ هناك عدال هاي السيارة، مش اي باركن بعد، باركن بظله طبيعي، باركن بظله ربانية. شوف الله عليكم وقف بهاي الغافة تبارك الرحمن، ظل وظليل تبارك الرحمن، الحمد لله رب العالمين. شو تقول محسن؟ نعم ولا تبني في العربية فش انت ليه؟ انت شايف الجو تمطر عايز اشوف شوف، انت بتدخل معاي داخل ايش؟ في مكيف وفي صالة وفي مطاعم في كوفيات هي شو هي شو التحر انت؟ ربنا يغفر كل شيء ابوي موجود، تحر عمرك في فندق خمس نجوم في كل الوزارات، كذا في البنزين عندكم. انت في مصر ما شايف كم؟ لا عندنا شي حمامات بس في البنزين يطري عادي البنزيمه يعني شيء اشيل بترول. حسن ايه رايك؟ اللهم صل على النبي. شوف محكمه شوف الله عليك، ترى ممنوع التصوير، انا مال سرقه مش محكمه. لا والله محكمه مش بتدخل شيخ الصقر المنصوري، يعني الله يحفظها سيدة ما شاء الله عليها، من سيدات المتمهنات في مهنة محاماة. مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير. الحين وقت الصبح زين، صبحك الله بالخير، ايش حالك الله يحفظك. كم انا فخور يوم اشوف وحدة من بناتنا، بنات ابو ظبي، بنات الامارات، يعني تزاحم الرجال في الكبيرة والصغيرة، بل تتفوق على الرجال. الله على الله يحفظك ويكثر من أمثالك. هذا كلامك اليوم لنا يعني طاقة إيجابية عطيتك. أنا يا أبو شوف كبري أحس فيها طاقة إيجابية يوم شفتك أنت في أهل المكان. على الله يحفظك ويطرحك البركة وإلى المزيد إن شاء الله وإلى الأمام، الله ييسر أمورك ويحفظك إن شاء الله كثير. مرحبا.
الاستاذ خالد الاستاذ المستشار خالد المعمري. يا هلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله خير وسهلا. الله يسلمك. كيف انت؟ سعدنا اليوم بشوفك. انا بعد اكثر. صبحنا في هالوجه الجميل. لا خلو لا والاخلاق الجميله. كيف حالك؟ والعلوم الجميله. الله يسلمك. يا هلا وسهلا ويحفظك فيك جميعا. يطرح فيك البركه. امين. شو يتم عليه المحكمة الحين؟ هل هو دوام؟ ولا عندكم مراجعه ولا ماسكين شيء انتم؟ طويل العمر نحن نسد بين الناس مستشار صلح وتحكيم بين العرب. جزاك الله معايا طويل العمر. نعم. يا هلا وسهلا والله. جزاك الله خير والله ياجرك على هالشيء. الله يقدرنا ان شاء الله. جزاك الله خير خير. الله يطرح فيك البركه. من يقول بديتك من يقول. الله يحفظكم زول. منش لي واجه ويهني وما سد حبه. كم حبه حبيتني؟ ثلاث حبات. زين انا اقول له عاده كني شايف انك قال لي كيف ما تعرفني؟ أنا أعرف قال لي من ثلاث سنة كم؟ 77 77؟ مدري إزاي؟ أي لا شو كنت اشتغلت هنا؟ خلها على الله. الله يسر أمورك. الله يعافيك. شفت محسن؟ شفت أنا واحد أعرفك من 77 زين من 41 سنة شفت؟ ليه أنت عندك 100 سنة يا أخي؟ الله أكبر عليك. لا ما في حد أعرفه من 77 أعرفه من 78 أعرفه من 77 ليه أنت عندك الله أكبر عليك. شيء خدمة جديدة في محكمة أبوظبي. الخدمة هي عبارة عن تقدر تستخرج شهادة كفبح أونلاين. كيف؟ تدخل الخدمات الإلكترونية على موقع دائرة القضاء وتقدر تحصل شهادة كف البحث. تقدر تحصل شهادة كف البحث بدون الوصول واللجوء إلى أنك تعطل عمرك وتوصل لين المحكمة وتدخل من مكان لمكان. الحين أونلاين تقدر تدخل موقع دار القضاء وتدفع أبوية إلكترونيا وتستخرج شهادة كف البحث في نفس الوقت. ما في داعي لا تصير لا شرق ولا غرب. أنت مسافر لقيت اسمك عليك مبلغ محكوم عليك ولازم تدي المبلغ. كيف تقدر تدي وانت في المطار؟ تقدر تدي وانت واجف في المطار. وانت واجف تدفع المبلغ وفي نفس الوقت شهادة البحث تقبضها في يديك وتتوكل على الله. الطرج تصير وين تبع أكثر عن شيء سهولة. دائرة القضاء في أبوظبي دشنت خدمة جديدة. بإمكانك تدخل إلى موقع دار القضاء الإلكتروني تختار أنك تسدد المبالغ اللي عليك محكوم عليك مبالغ ولقاف عمرك عليك تعميم. فلا تطلع شهادة كف بحث. كيف البحث كيف تستخرجها؟ بالأول تروح للنيابة وتروح المحكمة وتروح دار القضاء. حين ما في داعي من أي مكان من أي موقع تدخل على موقع دار القضاء الإلكتروني وتقدر تدفع في نفس الوقت إلكترونيا وتستخرج شهادة كف البحث في نفس الوقت. هذا تسهيل ما بعد تسهيل. ساير بتسافر لقط مثلا أمورك متوجهة للمطار ما تقدر تسافر السبب أنه عليك تعميم وطلع شهادة البحث في خلال دقيقة واحدة أونلاين من موقع دار القضاء وتدفع أبوي المبالغ اللي عليه وتفتك وتقدر تسافر وتتوكل على الله. على فكرة شهادة كف البحث هذه للي عليه غرامات مالية محكوم عليه بغرامات مالية. أشياء ثانية لا. إذا عليه غرامات مالية مفروض أنك تدفعها تصير أبوي ترم تدفعها وانتهاية الساعة من أي موقع كان في مركز حدودي مركز مطار مركز شرق غرب أي شيء عليك ترم تدفعه وتخلص عمرك. الأول ما فيها التسهيل. الأول صعب أنك تطلع شهادة كف بحث. مليون وكيل نيابة ومليون قاضي واجتماع وفي اجتماع وحين مشغولين محمد الفيجي لك الحين أبوي وانت واجه أي شيء عليك تعميم في بيزات مدام أبوي عندك فلوس هاي الساعة أد عن عمرك واظهر في أي مكان من أي موقع من أي موقع إلكتروني بتظهرت من الحدود علي أنا أمسات ما في البلدية كان علي مبلغ أديته مبلغ ما كان من البلدية مبلغ أجار علي وما شو مسدد من سنتين بهانس لكن ما كنت أدريبه إن علي هنا هو تحرى على الورثة كل على الورثة لكن ما دفعوا هل بالقصر نشيت أنا وتوزيت وقالوا القصر أخلاف بنعطيك إياهن. الحين الله يحفظكم ربط في كل شيء. مثلا أنا حين في المحكمة قالوا والله نحن الخدمة هذه مال الدفع الإلكتروني هذه جديدة فلازم كل منكم يعرفها.
أي إنسان ما يحتاج يروح المحكمة ولا النيابة، بإمكانه تسديد المبالغ اللي عليه أونلاين من أي موقع. الله يحفظك. مرات كنا عارفاك. أبدي أقول لا والله عليك رفتك خلالك عيونك. أقول لك كوني أظهر الخبر للعرب المراجعين إنه إنه إن في خدمة جديدة اسمها الدفع الإلكتروني للمحكوم عليهم أو عليهم تعميم، ما يحتاج يجي لين المحكمة، الحين بإمكانه من أي مكان يدفع، ما يحتاج لا يروح حق القاضي ولا النيابة ولا الصدع ولا الديانة. بارك الله فيك، جزاهم الله خير في طرقك. جزاك الله خير، الله يسلمك. نحن وين الله يحفظكم حاليا؟ نحن ابوي على الكرنيش، امشي ابوي محسن. ها مبسوط؟ اه طبعا مبسوط. مفتقد شو على الكرنيش؟ الورق وبتاع الزبادي وبتاع ازل ترمس وبتاع الدورة، فين الناس؟ ولا بتاع شاي ولا اي حد، ولا حد ماشي على الكرنيش اصلا. اي والله مش رجع مصر انا كده ليه؟ رجع يعني بذمتك اسيب هنا ورجع مصر. رجع مصر هترجع تقدر تتفاهم مع الجماعه اللي هنا؟ لا طب احس بقى في مستوى تاني غير الناس دي. شفت محسن؟ انت فين دلوقتي؟ في قصر الامارات. هذا ابو فندق قصر الامارات. فكرك في ايه في اسكندريه؟ قصر منتزه بس لا طبعا احسن يعني. القصر كنت اول ما اشوف قصر منتزه معاك انت في مصر. هي ولا شو مشيتك في بلدك وبمشيك في بلدي؟ والله كنت اول ما ادخل قصر منتزه. هي اكيد قبل كده. هي اكيد معاك انت، انا ما شفتش قبل كده، ما دخلتش قبل كده. شوف ما شاء الله فندق باب ما ادري شو القصر، باب القصر، فندق باب القصر، ماخذين بعد اسم قصر الفندق مسمين عليه الفندق هذا. حروح يسوى لساوي هالفندق. يا ربي مجمله ياخذ العقل. عم خاري هالنمون من داخل كيف؟ فندق ايه اسمه ده؟ محسن؟ ده ابواق الاتحاد. واللي جنبيه؟ جراند حياه. غير اللي عندنا خالص. ازاي يعني؟ ولا ليه علاقه. انا قليل اسمي بس. لكن الفندق زي فندق ده لا ما شفتش بصراحه. ده بكام الليله دي كانت فيه؟ مش عرفني، انا ما عارف قيمه الفنادق، ما فيش مره بت في فندق. احنا عندنا اللي من 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 انا من ابو ظبي ابات في فندق ازاي؟ تسال حد من دبي كمعلومه يعني. اللي من دبي ولا من اي اماره ثانيه يكون عنده خلفيه. ها شوف ها فندق الانتر كنت الانتر. دم الفنادق لا اللي هناك دم الفنادق القديمة قلت لي له 30 سنة تقريبا من عمري يعني عمري. هتعمل ايه دلوقتي؟ اكلم علي بصوت عالي الناس مش سامعة. اكلم علي اه اسلم عليه واقول له انا جاي كمان شهرين عايز حاجة من الامارات وانا جاي جبل بس. وبعدين ايه اللي هيحصل فكرة؟ رن اللي هيحصل هيقفل بوش الست. ليه؟ هتقول لي ليه؟ هتشوف دلوقتي انت نفسك تجرب تسمع يقول لي ايه؟ ايران؟ عامل لي بلوك على النمرتين؟ على الرقمين. ليه؟ ده وشني خلاص كلمتك تعطيني بلاك ليست. في حق والله العظيم الواد ده يعمل كده. ليه؟ اقول لك ايه؟ غل. انا محسن اول مرة اطلع على الكوبري ده اسمه جسر. هاي الجزيرة اللي هناك اسمها جزيرة الحديريات. انت اول ما تطلع اول مرة بحياتي اطلع فيه او اطلع عليه. وانا دي اول مرة واخر مرة. واخر مرة مش هطلع عليه. شو سبحانك يا رب. شو جزيرة طويلة عريضة دي كلها هي كلها جزيرة. شوف محسن هذه تربة أبو ظبي الأصلية الأولية. الأولية خالص دي كده كانت أبو ظبي كلها. شفت الخضار اللي أنت تشوفه الحين؟ هذا كله جاء بجهود جبارة اندفعت مليارات عشان يتغير من الوضع اللي أنت تشوفه هذا إلى اللي شفت أنت داخل أبو ظبي. القناين والبساتين والمزارع
والورد والفل. ربنا رب يزيدكم. شوف هذه هاي ارض ابو ظبي الاصليه. الارض الاصليه هذه. انا ما ادري شو الحين ها شو الاسم الحديريات. شوف انا مش هقدر اروح دلوقتي جوا لان مستعجلين بنروح نتغدى. دعان. يوعان. يوعان. ميه. انت بتقول ايه؟ دخان ده. شايف بعيد كده زي الدخان. ده طلع من الميه؟ لا هاي يسمونها رطوبه. رطوبه. الدخان ده اللي بتيجي من بيجي من حريق. ده دي اسمها رطوبه، انت ما عندكش الكلام ده، انت عندك تلوث. عندنا غبار. لا مش غبار. بقايا مصانع. ده رطوبه. ده ما يضرش لكن ما ينفعش. يمكن يغذي زراعه ولا شيء من هالقبيل. لكن دار يعني احسن حاجه ده مش ده سويت واحد بس واحد تبع هادي الخنيسي سلعت الخنيسي رقم واحد وين ها شوف على بيتها لا بيتها ما تريد من هادي وين ان شاء الله حبيبي ان شاء الله 1 2 هاي رطبة واحدة الحين صلاة والعسل واحدة صح؟ شرعت منو؟ يعني كلام طيب وجميل ومؤثر وأثر فيه ما هان علي ما خليكم تقرون شو الرسالة اللي جايتني ومن وين شو مصدرها يعني الواحد ما بلازم يظهر بس إلا الشيء اللي هو يباه لا والله حتى اللوادم ليه تبى تظهر شيء ومن عندهم لا والله أنا يفرحني يفرحني أني أظهر رسائل بتكون بهالمحتوى رسائل تكون بهالإيجابية من إيران نسبة اللي أنا أحبهم ويحبوني الله يحافظهم ويحافظ إن شاء الله دارنا نتو منها ولا يفرج إن شاء الله بينا وبين كل مسلم والأخصهم أنا ما يهمني أعرف منو اللي مطرش الكلام هذا ولا موين جاي هالكلام ما يعنيني أهم شيء إنه يازلي وحطيته وحسيت إنه كلام صادق بعد أصدق عندي ماشي تحس بالصدق يظهر من تحت كتبة كل حرف الصدق يظهر في الكلام من تحت كتبة كل حرف مساء الخير ابو محمد هذا المقصر ها شوفه في المانيا تمشى ونتدربح ونحن لابسين المقصر صراحه الجو شمس حاره المقصر تقول مكيف فيه اموره طيبه دخل علينا الهواء من كل بقعه ذاك الله خير وفصلنا ترى عند ذاك المحل نفسه اللي انت خبرتنا عنه هلا توني حطيت عنوانه مطعم جريل شاورما اللي قبل رمضان كنت كلت فيه هنا وكل يوم يتخبروني الجماعه وين وين عنوان وين انا حاطنه من هاك اليوم والحين يلا يلا لقطته وحطيته مره ثانيه لان يعني كل يوم حد يسالني ولا اعرف كيف اظهر من الستوري هب الستوري وين الصور الصور وايدات كم اكثرهن كم بوبل اطالع الحين بالصدفه عرفت وين المكان يعني لقطت الورقه هذه اللي مصورينها وحطيت لكم وللي بيحتاج في خاطري يصير مطعم هذا اللي شتكلت أنا فيه قبل رمضان يدل الطريق بارك الله فيكم هذا الله يحفظكم غدائي اليوم شوربة بروكلي والسلطة اللي هي السلطة عبارة شرات التبولة يعني بنت عمها هاي شبت وكسبرة وبقدونس وريحة طماطة هذه جش الله يحفظكم نجش شويهات اللي تشوفون هذا راسه وحين نبتدي عادة عملية تخدير الموضعي ترتيب اللي مرة ما عقبه ترتيب خبرناكم نحن نشوف الطريق غلط نشلها عظام سلسلة الظهر أبدأ إيه كالنمونة شلنا تتعق شادر أن ينبن هذا يا سلام سلم يلا عادل
اتغدى برد مربس. اخيرا عن شي سمكه ماشي، اللي اهم شيء في السمكه انها متعارجه بعضها مع بعض، فلذلك تلقطونها تنضى بدون تشلوي الضوء. ايش جاي؟ كله مضوي، كله مضوي. اخيرا ابوي عن كل شيء. هي بلوح السمكه يظهرها غير مطارج، كل بلح بلحه. فتيك السمكه محتويه على كل عناصر الفائده اللي فيها، ما تفقد اي شيء اذا انها ما مقلاه، اذا مقلاه يمشي الوطه ما تنكل، ما فيها اي فائده. عنصرها الغذائي يخف، لكن يوم مشوايه على ضوء قاصره تتعارق ونضويها يسطي في داخل العظم. محسن لا. ليش تاكل مكرونه؟ سمك مش عايز اكل سمك، يبقى انك بعت يمك السمك زهق. سمك ولا اكل سمك اسبوع يعني عشان اخد كوكس بس. يعني لازم مكرونه؟ تجيب انا كنا اربع ايام بقى لنا سمك، كنا في البحر بقى لك بعت يمك السمك. فين؟ عند عم مرزوق في الشويهات. شو اسمه؟ مرزوق. مايزوق؟ عم مرزوق. انت الله علينا يا مرزوق، حتى اسمك اختلف، الاول مرزوق الحين مايزوق. ما يزوق؟ شويهات. الشويهات؟ صح كده؟ صح كده. يا. لا ده دنجر. مساء الخير يا ابو محمد. عندنا الساعة وينك لوك الحين. ومشكور على البطاعة هذا، هاي من السعودية، من السعودية والكويت. وهذا من الرياض. هاي دليت لنا هدية البارح ابو محمد. هذا عطونا لك هدية. مشكور على البطاقة اللي بالتالي عنده بالتالي من الصبح. ويعلك تشل عياله وعيال عياله. إن شاء الله عيال أخوه. أخوان إن شاء الله أخواته. وهذا العلم يا أبو محمد دوم مربوع. ويلا عسلنا دوم في العالي العالي. مشكور على البطاقة ويعلم مبروك. ويعلم مبروك مليون وملايين. ويعلك تشل عياله ويعلك تفاح. يا ما عندي سيارة بايك على راه الكليسة والله. عندي بعيد ما شاء الله ذلول أبو محمد. وبحط عليه الياعد وبحط راسي لين العين. الله يطول في عمرك. يا مرحبا، وش حال أبو محمد وديت وش حال حصة يعني ودام. والعيال والبنات ربه بخير حصة. وش حال صلاح وش حال. إخوانك كله على ربي يحفظه ويسلمك يعلك كل عياله. ويعله مبروك إن شاء الله مبروك. يا رب يا ابو محمد تستاهل الخير. يقول لك المثل يسبوك يهابون عنه خاسون، وانت عزيز على نفسك انه ما يسبونك. يقول لك ليه ما يدانيك يخرب معانيك. لا تقولون ما خيبه، لا تقولون تشفنا ما تشفنا. اربع رطبات يمزر نشف، اربع مزرات اربع رطبات يمزر نشف. ايه مهر من وين؟ شم الصرم هذه اي وحده؟ اللي عند الباب يمين. اول مره تيود العام توته وحتته، والسنه توت حتت لك حتت 50%. شو ما شاء الله ارطب هذا. شو ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن. هذا ابوي من حظ اللي جايت لنا حرمه شري طيبه هي وديه. اول ما بيت قهوه منه هي اليوم على هالاساس ابوي انا ساير. ما شاء الله تبارك الله. هل هالأشياء هذه عادة؟ هاي عادة عجبة من عجابي. نقي كم من وحدة هتوى خارف نحين حبيب. شكرا يا دواركا. Thank you دواركا. Thank you. Thank you for helping مهر. دواركا thank you. Thank you دواركا. اليوم الله يحفظكم ساير من وقت الجمعة. شو السبب ساير من وقت؟ صاير من الوقت جايين عرب خلاص عقب اذان العشاء ظني. وبأخفت اني نيو اني اتعايز خلاف اسير النادي، فلذلك قررت الله يحفظكم اسير الجيم اليوم قبل شيء وبعده. ما صدقت على الله اني غادي بخير واستمر ان شاء الله. خاطري الامور بتغادي طيبه.
ها صلاح، ها حبيبي، انا في البيت. لا تيحين، تعال عقب صلاه المغرب ايو الناس يبون يشوفونك صلاح. لا يا ما طيب يا دقيقه ما بالحينه. اه لا عقب المغرب بساعه. بعد ما بشكله مشكله بعد سكر بعد. اول مره من اشترك في هالجيم اي في النهار عاده من عقب الساعه 9 اول مره جيت. هالضيفان اللي جايين عندي جلبوا الموازين، فلذلك يعني اختلف حتى البرنامج الكبره. اعتقد وقت جيت الاوليه هنا كان غلط اكيد، 4-5 سنين كان كله غلط. الوقت الصح شوف العالم ما زرين الجيم لين عينه، فل لين عينه. ترى جيت يوم اي المغرب انا هو اللي كان غلط، اللي عقب العشاء. شوف ما شاء الله حين جيم منسوها خلق الله ما خلق فيه. صور لنا الزين، صور الزين. هذا ظهر البيت، هذا مقفى، هذا مقفى، وهذا الطرف هذا وين النخل شنشلين، النخل شنشيل. اللي تقول ما قلنا لكم هذا ابوي اللي طلبوا صوروا زينة بيت المعاريس، وهذا من قدام بعد هذا لبس النخل كامل، وهذا بارك الله فيك البيت اللي قال صوروا متى صوروا بيتكم. هذا ابوي البيت، هذا بيت المعاريس من داخل من خارج، هذا بيت المعاريس الله يحفظكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، هذا ابو بيت المعاريس لباس معدل، هذا بيت المعاريس. تقولوا ما قلنا لكم ها بعد ها اللي عند تقول هذا ملاحق ومطابخ، هذا بيت الطرفان. شو اقول لكم امو شراك ما خلت ثانية. ايوه هذا بيت المعاريس. جميع شايفكم بيت المعاريس عادي. شكرا جزيلا، منور يا محسن. نورك يا حبيبي يا راكي، والله العظيم نورك يا كتاب، بيت كله منور وبسم الله ما شاء الله. أقولكم سامحوني شغلت ويا العرب وتوهم ظاهرين، والحين تفيك عاد هلكم. بصولكم الهدية وإن شاء الله إن شاء الله إن اليوم الله بيقويني وبعد عليكم خروفة من خراريف الأولية. مشكورين على هالهدية الفنانة اللي تسوالها لك وتمان، هاي هدية الجماعة المعاريس، هديتهم شيء فنان وراقي شراتهم. مشكورين ما قصرتوا. وليش ما طريت الاسم؟ احد من العرب ما يفضل ان احد يعرف عنها شو ياب او شو ما ياب او اي شيء معلومات عنه، واحد من العرب قال على هواكم. يعني كل انسان نحن نلبي رقبات وطال اوامر اللي في خاطر، يعني بعد نحن ما نروم. حتى حد من العرب من اتلاقى ويا قال لي خالد انا ما اريد اصور، ارمس وياه ونسولف ونضحك وندردش، مش معناته كل شيء تصوير تصوير تصوير. يلا بنرمس على الخلاف الحين ساعتين ولا ازقرك برد الاكل. شو الحين هذا عباره عن شو؟ تشيكن. ادري منه تشيكن. ساتي تشيكن. ها؟ ساتي تشيكن. ساتير. ساتي تشيكن. ها؟ ساتي تشيكن. ساتي تشيكن. اونلي تشيكن، نورمال تشيكن يعني. نورمال، هذا جريل اونلي. اونلي جريل. وذيس وان؟ هذا جرين بيس. وذ ذا انسايد؟ هذا صوص. ذيرز اويل اور اني ثينج؟ نو نو. يا ويلك. نو.
انزين ودسز دسز هور محسن باتر تشيكن عن باراتا يلا لازم تاكل هذا عشاك كامل انت حين انت مش عايزه ليش مش عايز ما في فلفل ما في فلفل انا عايز فلفل نعمل تيست يلا شكرا يا هريس طماطس كمان طماطس شكرا يا هريس ثانك يو ثانك يو مساكم الله بالخير سامحوني تاخرت على شوي عليكم ابي شوي وايد لا الله ايش بسوي هاي القصه الله يحفظكم من الموروث الشعبي خريريفه هي مش قصه لكن تعتبر من الموروث الشعبي من الخراريف الاوليات لكنها صغيره وخريريفه والقصه تدور بين شخصيتين الرجل ريع من هالباديه والحرمه من هالساحل الساحل يعني يذكر البحر والباديه البدو السنين اللي اختفت الأول هالمقيوين حد منهم يصير يقيض في الباطنة وحد يقيض في الفلي فلي المعلم فمن يجي وقت القيض طالعوا لهم تشري وديهم يعني المقيض يقيضون على رشاب على رشاب الأول ويأخذون فترة لين يوصلون المكان اللي هم يقصدونه يخطفون على بلد وعلى مناطق وعلى قرى وعلى فرجان الأسرة هذه بارك الله فيكم فضلت السنة هذه هاك الوقت إنها ما تصير باطنة قالوا بيقيضون في فلي المعلة وفلي المعلة شيء مكان اسمه الشريعة الشريعة هدور مدارها نخيل ومن عوايد الوادم اللي بيوم من مقيوين ولا بيوم من الشرق ولا من غرب من يوصلون لمقيض تعرفوا على أهل المنطقة وعازموا يزاورون اللي جايب يم البحر جايب كسيف ومدفى ووازم يعطي هل بالبر وهل بالبر يعطون هاي يعني يستوي مثل تبادل سلع وتبادل معرفة وتبادل صداقات وتسوي تساير هذا منهم يسير على الثاني من ذكور ومن إناث الحرمة هذه الله يحفظ كبرايات اللي جايين مقيضين يوم وصلوا الفلي تعرفت ويا ناس سيرت عليهم شافت عندهم بنية يازت لها البنية يازت لها البنية من حيث جمالها أول شيء أخلاقها يازت لها الأخلاق ويازلها الجمال ويازلها الزين ويازلها الخشم والعين والشعر هذا مقياس العقوص مقياس عند الأوليين هذا ما فوق فوق الخشم والرأس والعين الرأس لازم يكون ميدل عقوص والعين لازم يكون كبار الخشم شو عادة لازم يكون خنب لازم يكون في العكفة هذه يسمون الخشم الخنب هاي يدورونها بتفق يعني الحرمة اللي تلقط حق أخوها واللي حق ولدها عروس العروس اللي يلقطونها خشمها خنب هذه شرات سلة السيف شرات منقار الطير هذه أبوك عادة كأنها فارقة دانة أم المعرس يوم تلقط حق ولدها عروس هالنمونة حبال يعني مبمقيات حينه حيدورون خشمها الكبير يسمونها منتوفة الخشم هالكبير والخشيم حملوا يشاهد الحرمة اللي هالكبير وخشمها لازم الحرمة الأول هذا المقياس الأولي لازم الخشم خنب الحينة الخشم خنب ما حد يسوي لها كم الخبر فقيرة تتوهق ما تخلي بلاد ما تصير تبى تخف من هاك الخشم لكن ما شيء فايدة كم عملية بعملية ويخترب الخشم هي حين المرغوب فيه منتوف فيخترب فقيرة خشمها هذه من كثر ما هو تصير تحورف فيه ما تخلي بلاد شرق وغرب ولا الأول يدورونها بتفق هاي أم خشم خنب ولا هاي منتوفة الخشم هالكبيرو هذا ما حد يسوي لها كم الخبر الحين بيموتون على هاللي الله يعزمه كوساب عيره حاطه في وجهه على خشم هذا يموتون عليها حينه ولا مخشم خنب ها ما حد يسوي لها كبرة بخت المراد هي شافت البنية ويازت لها البنية شافتها في يوم عادي قاعد في خاطرها تشوفها وقت متعدل وقت عدال وقت هندام وقت مناسبه قالت لهم عادة تقول حق هالبيت سمعوني عادة أنا إن شاء الله بسير عليكم مصباح عيد الأضحى صبح عيد الأضحى بي عايد بكم
وان شاء الله بشوف البريقات هذاك الوقت. هي بارك الله فيكم حددت هذاك اليوم لانها تبى تشوف البني بكامل زينته، لان البنيات ما يتعدلن ابدا الا في صبحيه العيد، مره ما يتعدلن هاك الوقت. خطف الوقت يوم يعيد الاضحى سيرت عليهم الحرمه، ها الحرياي مقيضه، سيرت عليهم على رواعي فلي المعلق. يوم سيرت عليهم ولن تشوف البنية متحنية بهايك القصة الغاوية ومتشحن بهاك الجحال الأثمد الفنان ومعقصة العقوص هاك العقيصات الزلي ومتعدلة ومتزينة زين ما زين. شافت البنية ولنها كل ما منها زين، العقوص العيون متشحلات بالأثمد والحنة قصة. يوم قربت جداها لأن هاك الأيام شيء يسمونه المعطر يستعملن البنيات، ياس ومحلب وبضاعة، ياس ومحلب وبضاعة يلبخن البنيات في يبهتن وفي رقابهن، على رقابهن وعلى يبهتن، هاي يسمونه المعطر، ياس ومحلب وبضاعة. وريحته خنينة، ريحته خنينة، ريحته طيبة وتنشم ريحته مسير يومين، ريحه شيء جميل يعني. وفي هذاك الآن اللي البنية اللي تحط الشيء هذا وتتلبخ بالمعطر، هذه عادة عبارة التب في التزقريته، هذه كامل زينته، هذه الناس تدورها وتيودها تصرها صرار ما تربي أحد. يعني هاي البنت اللي تسويها الفعايل، هاي البنت اللي مرة ما فوقها فوق. أهم شيء إن هاك الوقت أيام الأعياد كل بنت توجد عند البيوت اللي فيه بنيات يعني ما تتزين إلا بكامل زينته مصباح العيد. ومن الزينة الرسمية المتعارف عليها مثل ما قلت لكم العقوص الزلي والجحال الأثمد والحنة القصة والتعطير بالمعطر هذا يلبخن على اليبه وعلى الرقابهن، هاي عتازم كامل زينة البنية. الامراض الحرمة شافت البنية ويازت لها، قالت ابوي عيل بخبركم انا من حين جايتنكم حين انا في الوعد وانا ابوي ابا بنيتكم حق ولدي. من المتعارف عليه هاك الوقت وهالوقت ان يوم حد بيخاطب قالوا صبروا علينا بنتخبر، لازم تخبرون عن الرجال وبيتخبرون عن مذهبه وعن سنعه، يصلي يدوخ راعي سيرة راعي ييش الأول والحين، يعني هذا شيء متعارف عليه. تخبروا عن الرجال، لقطوا الرجال مصلي مسمي رجل رماس راعي شجاع كديد، ما لقطوا فيه شيء من العذاري. بدوي راعي رجاب وراعي خير وراعي حلال، ويعني إنسان راعي مرمس والإنسان ما عليه قاصر المعرس. البنت وافقت لكن اللبو آزم في وجل، آزم شرات المتردد يحاتي بنت ساحل والرجال المعرس بدوي، فكيف بتقدر تواكب وتأدي جو البداوة وهي بنت ساحل؟ ما تعرف يعني، مش قضية هنا ما تعرف، قضية ما بضارية على حلال وعلى رجاب وعلى تصري، يعني ما بضارية على خدمة البداوة وقساوة الصحراء، ضارية على الساحل ومربيينها أهلها وشايفة خدمة أهلها وترتيبهم وسنعهم كل سنع هالساحل. كيف بتقدر تعيش عند البدو؟ عيشة البدو شوية أصعب عن عيشة هالساحل. لكن قالوا إن شاء الله الريال هذا بيروف بنيتنا وبنيتنا إن شاء الله أنها هابة ريح ورب العالمين بييسر الأمور وبتمشي الحياة عندهم. عرسوا عينا من الله خير، خطف الوقت، خطفت السنين وخطفت الأيام. لكن الريال هذا الله يحفظكم كان يفتقد الحب الظاهر من المرأة، يفتقد الحب الظاهر من المرأة.
لأن المناطق الساحلية، مناطق الساحلية حريم، حريم خيلا ما فيهن يراعة البدويات، يراعة البدويات شوي قواية يغير حريم الساحل يخيلا، وهذا بدوي يبل حرمة فداه، لا خليت من اسمك، لا خليت من ريحك، والله مليو مرحبا بن عمي، وتنشط فداه وتتنشق علباه وتنشي، شو بقول لك البدويات بيموتن على الريل. ولا رواعي الساحل، رواعي الساحل يخيل من طلتن، يخيل من طلتن ويستحن رواعي الساحل. ولا البدويات يعني لين اليوم لين باكر يعني، هذا شيء معروف خطا تقرا لي عادي يعني، شيء باين للعيان ان رواعي الساحل يخيل، والبدويات ينك ما شاء الله قويات ومتمكنات والريل يعابلنا معابل، يعابلنا يدلعنا في الدلع في التفديات اللي لها اول، التفديات اللي لها اول ولا لها تالي. والريال بدوي عيبه، يعيب الحرمه اللي تتفدى، وخذ لي حرمتن ما تتفدى، خذ لي حرمتن خجول، تخيل المستحى كاسرينها كسر، وهو افتقد الحب هذا، فهي البنيه هذه تحبها، تحب حب باطن، وهو يبى حب ظاهر، يبى التفدي مصير يومين تسمع به الرب والعرب، الإيران الشرق وغرب يسمعون الحرمة وهي تتفدى الريل. وبيني وبينكم طول هالفترة اللي هو وياها حاول الريل، حاول لين الشدة ويا الحرمة رأت الساحل، لكن ما شيء فايدة. الحرمة عندها حياء عاطفي، وهذاك يفتقر التفديات، يبقى الحرمة تتفدات ما غضب علي خالدنا، لا خليت من نصخ، لا خليت من من هالجدم، ولا خليت من هالمبسم، وما زين الا ضريساتك يا نظر عيني، ويا تبى من الريال هذا اللي بدو يبقى من من هالقبيل. وهي هذا ميش ما في موجود، مش موجود، حاول لين الشدة، لكن كان يقدم في مسيرة خراب، لا حياة المنتنادي. حاول لين الشدة، قالها أنا باش تقولين هالكلام، لقنها تلقين، لكن كل ما تبقى تلفظ الكلام هذا حياة هي منعها. آخر شيء أيس منها، قالوا بويا كان يده في مسيرة خراب، لكن سمعيني يا بنت الناس، أنا بويا بصير عندي مركاب، وأنا بني من المركاب ترحطي في بالك أني بعرس، بأخذ على راسك حرمة يجيب الشريكة في البيت تتفداني، واسمع تفديات تمسير يومين، أسمع تفديات تمسير يومين، أخذ وحدة بدوية. أنا خدتك أنت هده هالوقت كله، أنت ما تفديتيني، تمت أمخي فقيرة انكسر خاطرها، هي تبذل اليهدة، تبذل شتى الطرق، شتى قوتها كل ما فيها من قوة تبذلها، تبى تحاول انها ترضيه، تبى ترويه، لكن ما تروم لفظيا، ما تروم، لكن شعور شيء، ومحبه شيء، مدوخه فيه، لكن ما شيء فايده. بعد رعيه ساحل وراقطلها بدوي، بعد شو خليت؟ قطو فرن بمصير، مش عاد الريال ودر ابوي حرمته، وقال ابوي انا سامحيني، انا ابوي خلاص كثر ما قلت ما روم اقول، وحين أبوي أنا ساير أبوي عندنا مركاب، وإن شاء الله من أخلص من الزي، من أخلص من المركاب، أني أبوي بخطف، بخطب لي حرمة ما توعب لي ابنها. الرجال الله يحفظكم معزم، معزم خاطر يعني من صدق ما بدنا تهديد، نش أبوي سارة وخلص أبوي الريس، وخلص أبوي العبالة كلها، وخلصوا المهرجان اللي هم سايرين عليه، والزي اللي سايرين على سبه، وهو في المركاب أبوي، شاءت الأقدار أنه يطيح به الناقة ويطيح وتنكسر ريوله، ويا أبوه لها شالينه يد بريل، يون يون ويصرخ برب لي خالجنة، يا أبوه له المبر ويبروه من مدورة لين تعبريله، وآزم طول الليل يون يون يصيح واق برب لي خالجنة من الألم. نشت عاد حرمته، نشت وحطت راس على ريولها، لا خليت منك يا الغالي، يا الله يحفظ، بسم الله عليك، وتجلس تقرأ عليه طول الليل،
تقرأ عليه وتكبر اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك. وهي حاطة راسها على رويلاته وتقرأ عليه وتقول تحراني أنا ما أحبك، كيف أنا ما أحبك، أحبك محبة عيوني. نشت وعدت له هالكم من بيت، قالت له حبيتك حب داخل مستداخل، مغزر له ما تراه عيون، وحبيتك حب يدعي الملح سكر، وحب يدعى عويدات الثمام قرون، حبيتك حب المال والاهل والغنى، وحب الظنى ليه ما حال دون هدون. والأول العرب يعني يستصيغون له القصيد ويتعمقون في فهمه، فهي تقصد حبيتك حب داخل مستداخل، حب مستحيل حد يقدر يكتشفه هذا، حتى لو أنا حرمك مع عيالك مستحيل أنك أنت أني أنا أتلفظ بهالحب، لأن الحب ما بحب عادي، حب داخل ومستداخل. مغزر له ما تراه عيون، يعني مستحيل حد يشوفه ولا يحس به الحب اللي أنا أحبك إياه، حتى أنت ما تراه عيون. وشبهت حبها له أن الحب يدعي الملح سكر، معقول الملح في يوم من الأيام الله ينجلب سكر؟ مستحيل. فشبهت حبها قوته أن ينجلب من الملح إلى سكر، وشبهت حبها عويدات الثمام ينجلب نقرون. عويدات الثمام هم عرفوا أن الثمام له روس دقاق أرهف عن صلب الكبريت، وحبيتك حب المال والأهل والغنى، ما شيء أشد عن حب المال والأهل والغنى. حد ما يحب هالثلاث الأشياء يكذب، من حب الامشى اللي ما يحب المال والأهل والغنى. شبهت حبها له بهالموضوع، وحب الظنى لما حال دون هدون. حد يحبك أنت أكثر عن ظنى؟ هي أبوك ترجمة حبها أنها تحبه أكثر حتى عن ظناها. هايش الساعي على الله يحفظكم لبدوي، عرف أبوي مقدار غلاه عند راية الساحل، وغير راية عن العرس وعاش ويا حرمته، والحمد لله تيسرت الأمور وعاشوا بخير وسهالة. هاي الخريري فقلنا لكم لها مغازي وايدة، أن يعني حياء المرأة الساحلية وقوة المرأة البدوية، هذا الشيء وهذا الشيء، حد يفضل هالشكل وحد يفضل، لو ما اختلاف الأذواق لبارة السلع، وكل إنسان على حسب البيئة اللي نشأ فيها، وين ربا شو يسمع من أمه وأبوه، والهل الساحل شو يسمعهم من أهالي يتم، يعني كل مكان في عندنا في الدولة تختلف اللهم لك الحمد طريقة التربية وطريقة النشأة، وكيف يعيش الإنسان وكيف ينشأ وكيف يقدر يتعامل مع الحياة الجديدة، إن كان ريال بياخذ حرمة ولا حرمة بتاخذ ريال. وتصبحون على خير، ونشوفكم إن شاء الله بكرة إذا الله جعلنا بالحيين.